في الجزائر رغم كل المجهودات فقد شهدنا خلال العقد الماضي فعلا انخفاضا وليس بالصورة التي كنا نتمناها، ثابتا في حالات الإصابة بمرض السل الرئوي المعدي واستمرار ارتفاع حالات السل الغير الرئوي المبلغ عنه التي غالبا ما كانت تفترض أكثر مما كانت تثبت. ويعتبر نتائج البرنامج الوطني الذي أعطى الأولوية التامة لهذه المسألة إذ بلغ معدل الإصابة ب 9.4 من 100,000 حالة نسمة في سنة 2023، وهو رقم لم يتم التوصل إليه منذ الاستقلال. كما يتم حاليا وضع مخطط وطني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية: أولا تعزيز القدرات التقنية والإدارية للبرنامج الوطني لمكافحة السل على كل المستويات، تعزيز نظام المراقبة، تحسين تشخيص مرض السل، تحسين التكفل بمرض السل، تعزيز البحث العملي الذاتي.